ولا وصلنا فرنسا، بس عشان وصلنا في وقت الغداء قلت اول حاجه لازم اعملها لما اوصل فرنسا اروح حاجه اسمها الميركاتو تشنترالي. الميركاتو تشنترالي اللي انتوا شايفينه ورايا دوت هو عباره عن سوق متغطي من اقدم الاسواق اللي موجوده في ايطاليا ومن اكبرها، في كل حاجه جواه عن الاكل والشرب، يعني من الاخر كل الناس اللي عايشين في فلورنس بيجوا يجيبوا حاجاتهم هنا من السوق، وفي نفس الوقت اتفتح كمان في محلات اكل وشرب، تمام؟ يعني كل الحاجات اللوكال بتتعمل هنا والسندوتشات اللوكال. دلوقتي هندخل يعني نجرب حاجه انا عمري ما جربتها في حياتي، تعالى اوريها لكم لانها هتبقى مفاجاه. يلا بينا. مكان من الاماكن اللي انا جاي لها مخصوص في الميركاتو تشنترالي هو المكان اللي ورايا دوت. ده التيبيكو ما بيعملش غير الاكل بتاع اللوكال بتاع البلد، ومن اهم الاكلات اللي انا هاجي ادوقها هنا حاجه اسمها لامبريدوتو. لامبريدوتو دوت هو عباره عن المعده بتاعه البقره او الجاموسه، تمام؟ يعني يمكن من الحاجات القليله اللي هم ما بيستخدموش فيها دهن الخنزير او الواين في الطبخ بتاعها. تعالى نبص بس عليها كده ونشوف طعمها اذا كان طعمها هيبقى حلو ولا وحش. بس دوت اللامبريدوتو اللي انا بقول لكم عليه، حد بقى يعرف يقول لي بالمصري اسمه ايه؟ لان انا حاولت ادور عليه بالمصري ما عرفتش. تمام، ده المفروض اللي هي البطن بتاعه البقره، الجدار بتاع البقره. من الناحيه الثانيه دوت بقى عباره عن لحمه مسلوقه. دول متخصصين هنا معروفين بيها، هنا في فيرنسا بيجي ياكلوا منها الحاجتين دول. بصراحة هو غريب شويتين، طعمه غريب شويتين، طعمه قوي بس بتحس فعلا انت بتاكل حاجة طعمها ناعم كده، مش عارف اوصفها، بس فعلا حاجة لازم تتجرب، حاجة ما غلطتش ان انا اجربها يعني. ولا اخيرا لقيت مكان اقعد عنده، وفي الاخر هو اللي جاب لي المكان ده، يعني هو اللي لقاني باكل وانا واقف وبتاع وعمال اصور ومش عارف اصور، قال لي طب تعالى هجيب لك مكان، قام جاي مفضلي ترابيزة ومقعدني. تمام،
دلوقتي بقى هنبدا ناكل في السندوتش التاني. السندوتش التاني ده غريب شويتين، قصدي السندوتش الاولاني كان غريب شويتين لانه كان عباره عن جدار المعده زي ما بيقولوا، والاسم يعني يخليك تتخض كده ما تاكلوش، بس بصراحه لما تاكله طعمه حلو لانه اولا مش مدهنن فاهم، فطعمه بيسموه بالايطالي ديليكاتو تمام، يعني طعمه مش قوي، في حاجه كده تاكلها تحس ان هي قويه وتجزعك ما ترضاش تاكلها، لكن دوت انت ممكن تاكله عادي فعلا طعمه حلو. الحاجه الثانيه اللي انا قلت اجربها من عندهم هو السندوتش ده. السندوتش ده عباره عن ايه بقى؟ السندوتش ده عباره عن لحمه مسلوقه تمام، لحمه مسلوقه وهم بيحطوا عليها الصوص بتاعهم الاخضر دوت وشويه الشطه. ممكن تقول لي لحمه مسلوقه وانت جاي تاكل من عندهم لحمه مسلوقه؟ لان هم بيعملوها بطريقه مختلفه جدا تمام، فبيبقى الطعم بتاعها جميل جدا، فانا قلت اجربها ونشوف اذا كان فعلا الموضوع اللي بيبقى طعمها حلو دوت بجد ولا لا. اهم حاجه اللي احنا اتاكدنا ان مفيش حاجه معموله بدهن الخنزير او بلحم الخنزير تمام. يمكن الحاجه الوحيده اللي انت طبعا مش عارفها ومش ضامنها هي ان مش مدبوحه ذبح حلال، بس الحاجه اللي انا اعرفها عن الراجل دوت يعني يمكن من صحاب المحل دوت اصله تونسي تمام، فهو قال لي حتى ان كل حاجه تمام ومفيش حاجه محطوط فيها لحم خنزير. يلا بينا بقى ناكل وفارغ. والحاجه بجد اللي مديها طعم الصوص بتاعهم الاخضر اللي هم حاطينه ده، معرفش هو باين في الكاميرا ولا لا، حاطين صوص اخضر اهو تمام. تعالى كده نشوف بعيد عن وشي. الصوص الاخضر والشطه دوت مدينها بجد طعم شغل محترم. ولا طلعنا الدور الثاني في السوق المفتوح. الدور الثاني ده عباره عن مطاعم بس ما فيهوش حاجه ثاني، يعني في الدور اللي تحت عاملين الاماكن اللي هي بتاعت بيع الخضار وبيع اللحمه والحاجات دي كلها تمام، وفي الدور اللي فوق عاملين مطاعم بس. تعال ناخد فيه لفه. ولا ورجعت الميركاتو شنترالي عشان اتغدى تمام. فبعد ما لفيت وشفت كل حاجه زي امبارح كنت جاي دايركت اللي انا لازم ادوق اللامبردو. النهارده قلت اتغدى في ممشي وقررت اني كنت هاكل فيورنتينا. ايه الفيورنتينا دي؟ الفيورنتينا دي عباره عن قطعه لحم تخينه كده بتبقى مشويه على الفحم، بتبقى مشويه على الجريل. هما هنا في فلورنس مشهورين بموضوع اللحمه ديت وشوي اللحمه. قلت دورت على حاجه جديده وعجبني موضوع الهمبرجر. انا بحب الهمبرجر وبحب اللحمه تبقى كيلومتر زيرو زي ما بيقولوا، يعني مش جايه مستورده، جايه من المكان اللي انت بتاكل منه. قلت خلاص انا اضرب الهمبرجر لان بصراحه شكله شدني، فقلت هيبقى احسن من قطعه الفيورنتينا. تعالوا بقى ما نشوف الهمبرجر ده شكله هيبقى عامل ازاي. هوريكم المحل كده من بره واوريكم الشغل بتاعه عامل ازاي وانتوا بقولوا لي رايكم. يلا بينا.
دلوقتي جبنا سندوتش تعالوا نجربه. البطاطس طلعت خرمان اي كلام، ما يهمنيش البطاطس يعملي السندوتش. السندوتش هو اللحمه بصراحه شكلها حلو، والسندوتش شكله مغري، الله اعلم بقى في الطعم هيبقى شكله عامل ازاي، طعمه عامل ازاي. والعيش كمان متحمص فتتك عليه يا دوبك كله بيتفعص، واللحمه كمان شكلها حلو. فبصراحه شكلي ما غلطتش ان انا اختار الهمبرجر ده ولا. المهم اخر اليوم، اتمنى تكونوا انبسطتوا معايا في الجوله اللي انا عملتها. تمام، هي جوله بسيطه، اكتبوا لي في الكومنتات لزار فلورنس يقول لي ايه اللي عجبه فيها وايه اللي ما عجبوش فيها، واذا ما زلتش فلورنس قبل كده قولي تتمنى تزورها بعد اللي انت شفته ولا لا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو اذا عجبكم، وتعملوا سبسكرايب للقناه لو انتوا بتتفرجوا على اليوتيوب، او تعملوا فولو على انستجرام عشان تتفرجوا على كل الصور اللي انا بنزلها كل يوم. ودلوقتي السلام عليكم بالطريقه الايطالي، تشاو.